هذا واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية عددا من أفراد عائلة الرميحي، حيث رفعوا إلى سموه خالص الشكر والتقدير على مشاعر سموه الطيبة بتقديم التعازي في فقيد العائلة خليفة بن غانم بن عمرو الرميحي طيب الله ثراه. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التواصل مع أبناء الوطن في أفراحهم وأتراحهم جبلنا عليه وورثناه عن الأجداد والآباء، ونحرص على تعميقه كثقافة عامة في المجتمع لما له من أثر في تعزيز الوحدة الوطنية. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناقب فقيد عائلة الرميحي، وأشاد بالدور الذي يطلع به أبناؤها في خدمة وطنهم. وقال سموه إن جميع عوائل البحرين لها مكانتها عندنا وفي المنطقة لمواقفها المشرفة عبر التاريخ في نصرة الوطن والذود عن حياضه. من جهتها عبرت عائلة الرميحي عن خالص العرفان والامتنان لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وقوفه إلى جانبهم في هذا المصاب، مؤكدين أن سموه يجسد دائما المثل والقدوة في القرب والتلاحم بين القيادة والشعب، ووقوف سموه الدائم إلى جانب أبناء شعبه في مختلف المواقف، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يبقيه ذخرا وسندا للوطن لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لنهضته وازدهاره.